ال 100 مليون اللي موجودين ومستنيين، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بننتظره. أجيالي النهارده قال لا بديل عن الفوز امام الكونغو وانهينا الازمات. ماشي. وأجيالي ايضا قال ورده ليس لديه مشكله وحجازي جاهز للكونغو. طيب خلينا نعرف برضو ماذا حدث في المؤتمر الصحفي ونعرف أبرز تصريحات خفير أجري في المؤتمر الصحفي. هل كان هادي؟ هل كان عصبي؟ هل كان بيتكلم بثقة؟ كل ده نعرفه من زميلنا الناقد الرياضي الأستاذ محمد مراد، الناقد الرياضي في اليوم السابع. أستاذ محمد ازي حضرتك؟ مرحب بك كابتن اسلام، وبرحب بمشاهدينك والملايين طبعا من الجماهير وعشان النادي الاهلي طبعا. حضرتك اهلا بيك يا استاذ محمد. استاذ محمد، النهارده كان في مؤتمر صحفي الخفير أجري، اولا عايز اتعرف منك قبل ما اعرف ابرز التصريحات اللي قالها، وانت لك نظره يعني وصحفي قديم ناقد رياضي قديم بقالك فتره طويله جدا معانا في المجال، شفت أجري النهارده ازاي؟ يعني هل شفته متنرفز، عصبي، هادي، واثق من نفسه في طريقة كلامه؟ اعتقد ان انت يعني بقالك فترة معاشره وعرفت عمل ايه. تمام يا كابتن، بشكرك طبعا على الكلام ده. هو اولا يعني أجيري من المدربين القليلين هو كابتن الجرأة في المجال، يعني ما بيشيلش هم حاجة وما بيشيلش هم ماتش، وعلى طول بيحفز لاعبته بشكل كويس جدا. نعم. حتى كلامه مع المسؤولين في اتحاد الكورة وتحديدا هنا بوريدة، يعني هنا بوريدة ده نفسه بيكلمنا بيقول لك احنا بنبقى قلقانين قبل البطولة باسبوع، قبل بطولة أمم أفريقيا وقبل ماتش زيمبابوي تحديدا. نعم. قال له انت خايف؟ انا مش خايف. انتوا خايفين؟ انا مش خايف. احنا بنلعب، احنا لعيبة كورة وعندنا لعيبة كورة وعندنا امكانيات وعندنا لعيبة، عندنا ثالث افضل لعيب في العالم، فانتوا خايفين من ايه؟ انا ان كان عليا انا مش خايف. هو عايزكم انتوا كمان ما تخافوش تلعبوا، ده مع احترامي ده في الاول والاخر كورة، كرة قدم. ده أجيري حتى في المؤتمر الأولاني بتاع زيمبابوي عكس كوبر مثلا كابتن إسلام، كوبر على طول تلاقيه قلقان، تلاقيه عنده حس تخوف كده من الماتش بيبقى قبل أي ماتش. مظبوط. الجهاز المعاون دي عكس الجهاز، يعني معظم الجهاز الفني دلوقتي يعني كله حتى تقابلهم في أي مكان تلاقيهم بيتحكموا وبيتكلموا عادي وبيفتحوا معاك مواضيع عادي. هل ده معلش أصل خلي بالك ممكن الكلام ده حد يفسره إن هو لا مبالاة؟ لا بالعكس خالص. هو أيوة. حتى مع أيوة. حتى في المؤتمر بيتكلم ماتشات كلها ماتشات صعبه، لكن انا واثق في لعيبتي وعندي لعيبه كويسه وانا بحب العب كره هجوميه، وده اللي بيتطبق مع اللعيبه عندي ان هم بيحبوا يلعبوا الكره الهجوميه. حتى التعليقات برضو بتاع اللعيبه كابتن حضرتك طبعا قريب منهم، فاكيد بيقول لك احنا واخدين يعني حاجه متاحه اكتر، ان هم كان ايام كوبر كان كله بيبقى بيلتزم بالدفاع اكتر من اي حاجه تاني. ايوه يعني كنا بنشوف تريزيجيه بيلتزم بالمكان بالدفاع اكتر، عمرو جمال ده نفسه كان بيلعب مهاجم كان بيقول لك انا كان عليا مهام دفاعيه اكتر من المهام الهجوميه، فده بتاثر عليا في الماتش. عكس أجيري اللي بيلعب كره هجوميه واللي بيحبها لعيبه مصر وبيحبها الجماهير المصريه. شايف ان أجيري مدرب بالمعنى الكروي كابتن اسلام، مدرب اللي هو المدرب الصايع اللي بيعرف اللعيب لعيب لعيب عايز ايه وبيعمله. شفنا موضوع ورد، انا شايف ان هو خرج منه بامتياز جدا، حتى في ردوده خرج منه بامتياز جدا في الردود. ما يعني مش عايز اقول ان هو ما جاش على اللاعب او ما انهاش على اللاعب في غلطه، كانت ممكن لو اي مدرب ثاني كان طلع صرح وقال لك ان هيبقى في عقوبات وان هيبقى في جزاءات. هو طلع حتى انطلب منه في اتحاد الكره او المشرفين على المنتخب ان هو ياخد قرار صادم مع اللعيب او بمعنى ثاني ان هو يظهر العين الحمراء بقى للعيبه في المعسكر، لكن قال لهم لا انا مش هعمل كده. اي معسكر بيبقى فيه غلطات، اي لعيب ممكن يغلط. حتى قعد مع اللعيبه في اجتماعاته امبارح واقول انتوا لعيبه كبار وعليكم مهام وعليكم والعيون عليكم كتير، فلازم تخلي بالكم من تصرفاتكم. اي تصرف منكم يعني صغير بيبقى كبير في عيون الناس. انتوا الناس بيبقى شايف الملايين من هنا في مصر بتحبكم وبتتابعكم ازاي، فكل واحد يخلي باله من نفسه. نعم. مكان كبير. فده يعني ده كان معظم الكلام على مشكله عمرو ورده تحديدا وازاي خرج منها، وشايف ان هو خرج منها بصوره كويسه، ما انهاش على اللاعب. حتى عمرو ورده في التمرين النهارده نازل مش نازل يعني مدلدل نازل عادي بيتكلم عادي. حتى كان ليه تصريح حتى عندنا على الموقع انه نازل بيضحك مع اللعيبه بيتكلم على موضوع البنت او الحوار اللي حصل الاخير ده والناس فهمته بالتحرش، فبيضحك مع الصحفيين على الموضوع بتاع البنت ورمى حتى تعليق كده كله قاعد يضحك ساعتها. يعني شايف ان هل ايه يعني؟
ولا ما ينفعش؟ لا هو قال البنت وحشه قوي يعني. اللي هو في معناه يعني ان انا مش ما عملتش حاجه زي كده وما طلبتش حاجه زي كده لما البنت بتدعي ان هو بيقول البنت وحشه ومش انا مش دي اللي انا عكسها يعني يعني ده ملخص للكلام بتاعه. هو زي ما قلت لك يعني هو اجيري خلاص موضوع عمرو ورده خلاص بنسبه كبيره خلاص يعني اعتقد ان الكلام اللي هو بيقوله ده طبعا على سبيل الهزار ده اولا، ثانيا ان هو يعني تركيزه كان واضح جدا في الملعب يعني. تمام هو يعني هو اجيري لما بقول لحضرتك كابتن سؤال اجيري بتاعتنا هو شاف ان اجيري من المدربين الجيدين جدا في التعامل نفسيا مع اللعيبه، بيعرف ما بيشدش لاعبين ما بيضغطش المعسكر، حتى يعني شفنا يعني المعسكر بادئ من يوم 6 سمح لهم مرتين ان هم ياخدوا اجازه يوم 17 وهم راجعين من اسكندريه للقاهره، خدوا اجازه نص يوم لزار في اسرته وسمح بان الاسر تيجي للفندق عكس مستر كوبر، كان مستر كوبر الدنيا كانت مقفوله خالص. المعسكر من اول اخره كله تدريب وكله تركيز وكله يعني حاجات تدريبيه، لكن عكس اجيري يعني بعد ماتش زيمبابوي اداهم برضك راحه حوالي 5 6 ساعات اسرهم جم الفندق برضك، فشاف ان اجيري بيتعامل نفسيا مع اللعيبه كويس جدا ومدرب جيد جدا. استاذ محمد، هل هناك ملامح للتشكيل بكره؟ هل من الممكن ان نرى تغيير في التشكيل؟ ناس كثيره كانت مثلا بتعترض على النني، ناس كثيره اعترضت او ناس اعترضت او مجموعه من الناس اعترضت على مستوى اللي ظهر بيه ايمن اشرف واحمد المحمدي، يعني ممكن يحصل اي تغيير بكره ولا هو ثابت على تشكيله؟ بص يا كابتن، هو بنسبه كبيره اكيد مش هيغير يعني التشكيل، هيبقى نفس تشكيل مباراه زيمبابوي، هو حتى في معظم كلامه مع اللعيبه ان في بعض اللعيبه كان ادائهم مش الاداء اللي هو متوقعهم منهم بالظبط، كان هو عارف مستواهم. لكن ماتش الافتتاح وقال لك ماتش صعب وماتش ضغط والمستوى البدني هو اللي اثر على اللعيبه مش مستوى فني، لكن بنسبه كبيره التشكيل زي ما يكون ماتش زيمبابوي كان في بعض الكلام على بعض المراكز تحملهم، يعني في بعض الناس قال لك مروان محسن هيقعد بديل واحمد علي هيقعد بديل الماتش، احمد المحمدي هيقعد بديل وعمر جبل هيقعد بديل الماتش، دونجا برضو قدم مستوى كويس في الدقايق اللي لعبهم وهينزل بدل النني، لكن واقف من حضرتك من دلوقتي ان تشكيل الماتش زيمبابوي اللي بدا بيه مستر اجيري هو نفس التشكيل اللي هيبتدي بكره بنسبه كبيره كابتن. هل الانفراد باي لعيبه مثلا بفلان بعلان قال له عايزك تعمل كذا تعمل كذا اثناء التدريبات حتى؟ هو في التدريبات يعني بيركز على صلاح وعبد الله السعيد في التسديد على المرمى على طول. تسديد يعني على المرمى يعني يعني عبد الله السعيد وتحديدا ومحمد صلاح وطارق حامد هم الثلاث دول يعني في التمرين بيركز الحته اللي هي اللي قدامنا دي ومروان محسن قدامهم، يعني الثلاثه بياخدوا الكره ويجروا بيها من نص الملعب ويسددوا على المرمى. طيب يعني دي معظم الجمل اللي احنا شفناها في التدريبات، اللي هي معظم التدريبات اللي احنا رحناها ك 15 دقيقه اللي مسموح بيها الاعلام. هل من الممكن ان نرى محمد صلاح راس حربه صريح؟ من الحاجات برضو اللي الكلام كان كتير عليها طبعا بالظبط، لكن محمد صلاح مهاجم ونفس اللي هو بيلعب بنفس الخطه بتاعت ليفربول ويستعين ويغير مكان محمد صلاح مع المهاجم اللي جنبه، بس هو نفس التشكيل مش هيأثر، لكن هو التغيير هيبقى في وسط المباراه كابتن اسلام، اللي هو مروان محسن يطلع على يبقى جناح يمين شويه ومحمد صلاح يخش لكن الاسماء هي يعني الاسماء هي لكن اللي هو يفك الضغط على محمد صلاح شويه يعمل لخبطه في الخطوط في اللعيبه اللي بتراقبه طبعا لكن تغيير في اسماء لا، يعني هو تغيير في طريقه اللعب جوه في قلب الماتش، دي من المقترحات اللي قويه ممكن نشوفها بكره في ماتش الكونغو ان شاء الله، لكن اسماء مروان نفس التشكيل، محمد شناوي حارس المرمى، ايمن اشرف ظهير ايسر، محمدي واحمد حجازي ومحمود علاء واحمد المحمدي في خط الدفاع وطارق حامد والنني وعبد الله وايمن اشرف شمال ومحمد صلاح ايمن اشرف شمال وتريزيجيه وعبد الله السعيد محمد صلاح ومروان محسن مهاجم وحيد. طيب اخيرا، هل عندما سئل عن، عشان برضو دي لكل العناوين عندي، هل عندما سئل عن ان منتخبنا ما بيلعبش غير لعبه واحده فقط هي اللعيبه كلها بتدور على محمد صلاح كان رده ايه؟ هو اتكلم قال لك ان اللعيبه كلها عنده واحد يعني وعندي صلاح افضل يعني من افضل 3 لعيبه في العالم، فان انا لما استغل صلاح ده مش شيء سلبي، لكن انا بلعب اللعيبه كلها بيلعبوا وبلعب بكذا خطه، فاللي متاح في قدامي او في الملعب بلعب عليه بلجا له، لكن ما بلعبش بخطه واحده اللي هو بباصي لصلاح تحديدا يعني. نعم. هو بيقول لك انا بلعب بطريقه لعب معينه او كذا طريقه لعب اللعيبه عارفينها،
فبيبقى في حاجه معينه اللعيبه حافظين الطريقه فبيلعبوا، لكن ما بلعبش على محمد صلاح زي ما الناس بتقول. محمد صلاح لعيب كبير طبعا وثالث افضل لعيب في العالم، لكن عندي كذا طريقه لعب بلعب عليها، وعندي زيجي ناحيه الشمال، وعندي عبد الله سعيد في الوسط، يعني ما بركزش على طريقه لعب واحده. يعني هو بيقول اصل انا عندي اللعيبه كلهم زي بعض، ما عنديش لعيب بيفرق عن حد. انا بقول انا عندي ال 11 لعيب زي بعض، اللي موجود بيأدي بنفس الطريقه اللي انا بطلبها منه، بيأدي بالحاجات اللي انا بطلبها منه في التدريبات. وشايف ان اللعيبه ادوا ماتش كويس في ماتش زيمبابوي، لكن اللياقه البدنيه تحديدا في الشوط الثاني هي اللي اثرت على مستوى بعض اللاعبين. لكن وبرده بتتكلم على حته الجماهير يا كابتن، ان احنا ما تاثرناش بالضغط الجماهير زي ما الناس بتقول، لا لعبنا عادي والجماهير كان وجودها ايجابي لينا اكثر ما هي وجودها ايجابي لينا، لكن ما تاثرناش بالجماهير ولا التاثير، بس ضغط المباراه ومباراه الافتتاح. ومباراه الافتتاح طبعا بتبقى متغيره عن اي ماتش ثاني، وقال ان شاء الله الاداء هيتغير في ماتش الكونغو. وحتى ده اللي بيتكلم مع اللعيبه عليه، ان هو لازم تبعتوا رساله للمنتخبات ان انتوا فرقه كبيره وان انتوا مش ده مستواكم اللي ظهرتوا بيكم في ماتش زيمبابوي. وان شاء الله نتمنى ان الفوز بكره يكون حليف المنتخب، وان شاء الله يا رب ان شاء الله فوز واداء ان شاء الله كتير. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع، طبعا ادانا توضيح لكل ما حدث في المؤتمر الصحفي لخافيير أجيري وكل الكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي اللي عمله النهارده، وادانا كلمتين كده برضو على موضوع عمرو ورده وكواليس ما